بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مختبر عبقور للتجارب العلمية. تجربة اليوم: تمدد الأجسام الصلبة. تمدد الأجسام الصلبة قضيب معدني. نحتاج إلى الآتي: حامل مناسب للقضيب المعدني، قضيب معدني قابل للتثبيت على الحامل، موقد مناسب لتسخين القضيب المعدني. تنبيه: هذه التجارب تستوجب إشراف شخص راشد وقادر على المساعدة في بعض الأمور العلمية والتقنية. نأخذ الحامل، نأخذ القضيب المعدني ونثبته على الحامل، نأخذ الموقد. بعد مرور مدة زمنية نلاحظ ارتخاء القضيب المعدني، مما يعني تمدده. نلاحظ ارتخاء القضيب المعدني مما يعني ازدياد طوله، أي تمدده. أستنتج: التمدد الحراري، تمدد الأجسام الصلبة بفعل الحرارة. تتمدد المواد الصلبة بفعل الحرارة فيزداد حجمها، وعند خفض درجة حرارتها ينقص حجمها، ويختلف مقدار التمدد من مادة إلى أخرى حسب قوى التماسك بين جزئياتها. فدرجة تمدد المواد الصلبة أقل من درجة تمدد المواد السائلة والغازية. يستغل العلم هذه الخاصية في المجال الصناعي، خاصة في مجال البناء بالحديد والفولاذ، بترك مسافات بين الوصلات الحديدية في المباني والجسور والسكك الحديدية لتجنب التصدعات الناتجة عن تمدد المعادن.